انطلاقاً من جبال حتى الشاهقة وسهولها الخصبة ووديانها وسدودها العذبة. ننتج لكم وبكل فخر أفضل أنواع العسل الإماراتي الفاخر ذو الجودة العالية والقيمة الغذائية المتنوعة، حيث يقوم النحل بجمع الرحيق من أشجار السمر والسدر والغاف في المواسم الرحيقية لهذه الأشجار. يقوم فريق الإنتاج لدينا باستخراج البراويز الشمعية المملوءة بالعسل من الخلايا النحلية ذات المواصفات العالمية المتخصصة، ثم ينقل في سيارات جهزت خصيصاً لنقلها إلى منشأة خاصة حاصلة على شهادات الهاسب والأيزو العالمية. يتم كشط الغشاء الرقيق الذي يحمي العسل على الإطارات الشمعية بأداة الكشط. ثم تنتقل الإطارات إلى أجهزة الطرد المركزي أو الفرازات الأوتوماتيكية بالكامل، حيث يتم استخراج العسل وتصفيته. ثم التعبئة عبر ماكينات تعبئة أوتوماتيكية. بعد ذلك تصبح العبوات جاهزة للملصقات والتغليف. ثم يصلكم عسلنا غذاءً وشفاءً إليكم.